اكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا ولمشوارنا الصباحي لليوم. كنا عم نحكي عن اهميه التناغم فاطمه بالبيت وكيف بدي اختاره، بس هلا شفنا نحن تناغم تمازج اباء بين صبيتين صغار بالعمر، بس بالفعل هيدا التناغم اللي عملوه كثير حلو. تماما، يعني قد ايه حلو هيدا التناغم، وخصوصا اذا كان بين الصبايا اللي طلعوا موسيقى حلوه. لهيك اليوم معنا بالاستديو ليليت صالح الموهوبه بالعزف على الالت تشيلو. يسعد صباحك. اهلا وسهلا بحضرتك. ولانا ربابه كمان موهوبه بالعزف على الالت تشيلو. يسعد صباحك. صباحكم. كيفك اليوم؟ لا تمام. هيدي الابتسامه قد ايه حلوه. صباح الخير لانا. صباح النور ليليت. صباح الخير. صباح النور. بدي بلش بالسؤال بعيدا عن الموسيقى، شو يعني ليليت؟ هلا هي اسطوره كنعانيه. حلو. عن انه بنت انه هي انه بتحب الاطفال كثير، انه وكل حياتها خصصتها مشان اطفال وهيك. حلو، شو حلو المعنى الاسم. انا ما بعرف هيدا المعنى، ولا بعرف الاسم، اول مره بسمعه للاسم. كثير حلو. تماما، هي لانه اول مره بسمعه. تماما. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. نبلش بالموهبه تشيلو. يعني تشيلو اله ما كثير اشخاص بيعزفوها او بيعزفوها او بيختاروها. خلينا نقول ليه اخترتيها ليليت لهيدي الاله؟ هلا انا لما كنت صغيره انجذبت للموسيقى التصويريه لمسلسل تشيلو، وشفت انه كيف انه شكله الحلو وصوته الرخيم عجبني كثير، بقى قررت انه فوت على معهد العجان ونقل تشيلو. حلو. شوفي قد ايه يعني الاشخاص ممكن تاثروا باشياء ممكن يشوفوها حلوه. ولانا ليش اخترتي تشيلو؟ وقت تم قبولي بمعهد محمود العجان، فبنهايه السنه التحضيريه بتم تعريفنا على الالات الموسيقيه. فوقت اللي سمعت صوت الالات التشيلو كثير سحرني صوته، وقلت هيدي الاله رح اتعلم عليها. طب حجمه كمان يعني بخوف شوي، انه دائما بده يكون معنا هيك هيدا الحجم. خبرينا كيف عم تتعاملوا مع هيدا الحجم ومع هيدا. هلا هو التشيلو له نص وثلاث ارباع وكامل، فانه هو حسب انت مقاسك بتختاري الاله. فانه انا كان عندي نص وهلا بدلت على الكامل. فانه بنتدرج فيه يعني، مو مباشره بنعزف على الاله الكامله. ما ضروري يعني، انه اذا انت بلشتي بعمر صغير بتاخذي النص او الربع حسب مقاسك، واذا انت بلشتي بعمر مثلا وانت كنت كبيره بتاخذي كامل، يعني انه انت حسب مقاس جسمك. تمام. حلو. امتى بلشنا بالعزف ليليت؟ قد كان عمرك؟ كان عمري 7 سنين. 7 سنين. وهلا قد عمري؟ 13 سنه. حلو. 5 سنوات. 5 سنوات. صحيح. كان عمري 9 سنين. 9. وهلا هلا 13. حلو. حلو. مين رح يعزف لحالكم ولا معزوفه مشتركه؟ هيك بنقول احنا بدنا نستغل الوقت معكم لنسمع اكبر قدر من المعزوفات. شو حابين؟ مشتركه نعزف ولا لحالنا؟ لحالك. تفضلي ليلي. تفضلي. Thank you.
الله. يعطيك العافيه ليلي. ليلي هيك فاتت بالحاله. شو اسم المعزوفه ليلي؟ السويت هي نبخ. حلو حلو ما شاء الله بهذا العمر قادره تعزف هيك. طبعا احنا ما بنقدر نقيم ولكن احنا هيك حلو حلو تمام. ولا انا شو محضرت لنا كمان؟ خلينا كمان نستغل وجودك معنا. تفضلي. حلو. كمان شو اسم المعزوفة؟ يمكن هي سامعينا أحد المرات بس يمكن ما بنعرف، ما لنا متعودين على هذه الأصوات، فمعلش تعرفونا أكثر على هذه الموسيقى. اسمها منيوت. شو أصلها هي؟ هي مو عربي. لا ما أنا عربي. تمام. لأنا شاركنا بنشاطات ثانية، طلعنا شيء على مسرح مثلا. شاركت مع أوركسترا حلم لمنظمة طلائع البعث وبعض المشاركات المدرسية. حلو حلو. كيف كان شعور اللقاء مع الجمهور؟ كان كثير هيك، اول شيء تلبكت بعدين لا تمام يعني. كثير حلو. وليلي هلا انا مشاركه حفلات مع معهد العجان، منهم حفله الكريسماس، وكمان شاركت بكثير فعاليات مع مدرستي، منهم مثلا تابعت مهرجان كبار صغار. طموحاتكم بهذا المجال شو؟ وين حابين توصلوا؟ هلا انا بحب انه امثل بلدي على المسارح العالميه بتشيلو. وانا بحب اصير يعني عازفه مشهوره واطلع اهم المسارح، وكمان عندي طموح اني اصير اعلم بمعهد محمود العجان. ما شاء الله لانا ضحكت هيك بتعطي ايجابيه لانا. ان شاء الله يا رب نشوفك باعلى المراتب لانا صالح. يعطيكي الف عافيه. وكمان ليليت ما شاء الله هالاسم الحلو وهالعزف الحلو، ان شاء الله يا رب كمان بنشوفك باعلى المراتب. شكرا. أكيد نورتوا صباحنا ليليت صالح ولانا ربابة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم.